ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا للشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فيها إفادة، باش غنسولوا المواطنين واش نتوما ضد العشاء ديال الميت الدار ولا معا. إلا بغيتوا تعرفوا واش هما معا أو ضد، أجيو معايا. السلام أخويا. أستاذة بخير. لاباس أخويا. واش أنتي ضد أو مع العشاء الدار للميت؟ ضد. علاش ضد؟ حرام. علاش نديروا العشاء للميت؟ انا الفكره ديالتي انا كان نقول على راسي، انا الى مات شي حد ولا شي حاجه، وتنقول حتى لولادي دابا الى طول العمر ولا متنا الله يرحمنا، انسان كاع اللي بغى يدير الكسكسو يمشي للجامع، اما هذيك اللحم بالبرقوق ونديروا العشاء للميت حرام. دابا انت الى مات شي واحد قريب لك الله يحفظ السلامه، موش علينا حق ما ديريش ليه العشاء. لا ما كاينش العشاء، لا العشاء خاصنا نديرو الخير هاد الميت الله يرحمه، بعداك قبل ما يموت نديرو معاه الخير وهو يدير الخير راسو ويصدق ويدير الخير، هذا فيه عشاء فيه كل شيء. نعشي وهو حي. وهو حي. مع او ضد الميت يديروا ليه العشاء؟ لا مع اللي كيديروا العشاء، ماشي ضد اللي كيديروا العشاء، ولكن العشاء تيكون يعني حاجه بسيطه، يعني غير الكسكسو يعني الجيران وهذه، ماشي بحال انا ضد هذوك اللي كيخسروا 5 المليون حتى 10 المليون يجي بيطيطو هذه، بحال بحال تقول داير حفله عرس ماشي حتى جنازه. انت ضد هذوك اللي ضد هذوك الناس اللي كيخسروا الفلوس بزاف في العشاء؟ ضد هذوك الناس. انا شي ناس حطت لهم الجنازه بصات كيديروا غطبات يدير الكسكسو هذه الجيران وهذه، وكيتفاضوا بيناتهم هذه، ودايزين لهم الصداقه، ماشي بحال واحد اللي كيدير 10 المليون ولا 5 المليون يجيك تيطو الحومات وهذه المسائل هذه، انا ضدهم ضدهم. يقدروا دوك الفلوس يصدقوه عليه تبقى صدقه جاريه. ممكن الفلوس يصدقوهم احسن من اللي يخسروهم في الماكله، يصدقوهم دايز عندهم اجر، ولكن باش كيخسروا عليهم كيخسروا زباله ديال الفلوس، واحد ما لقى تمن ياكل وهذه، راه المعنيين ميت مات الله يحمه الله يوسع عليه. خصو يعشوا منين كان حي. خصو يتعشى منين كان حي. الناس اللي كيعرفوني على قرب عارفيني بلا ما عنديش مع اللحم في العزاء ولا ماكله العزاء، ما تنقدرش ناكل في العزاء. علاش؟ لان ديال الميت انا بعدا شخصيا تيجيني واحد الفكر بحال ناكل اللحم ديال ذاك الميت، ما تنقدش ناكل في العزاء، وانا ضد باش الواحد الانسان يموت ونبقى ناكلو كسكسو وناكلو. يعني عشي هو حي لا مات الله يعاون. عشي هو حي، اما من يجي يموت بدا البشير الله يرحمه مسكين كان زوين والمعطي، واش تي مسكين وانت راه كان مزيان، واش لا السيد هذيك كان مزيان قولوها ملي كان السيد ملي كان حي، ماشي حتى يموت عاد مداهم والله الا السيد مسكين لا دا معاه الاجر. لقموا صرطوا راه كان الله يعمرها دار. كان الله يعمرها دار. راه كسكسو اللي الله يعمرها دار. كسكسو اللي يعمرها دار. انا ضد الماكله ديال العزا. عندك حتى فوبيا من هو؟ انا عندي فوبيا بحالة ناكل اللحم ديال ذاك الانسان اللي مات الله يرحمه، ما نقدرش انا بعدا ما نقدرش. انا صح انا ما نقدرش نقول لك معاه ولا ضد، ولكن غير حاجه وحده، الا كانت استطاعه ديالو يديرو ما كانش استطاع ديالو شي واحد مسكين ما عندوش جاره ولا شي واحد نشيم ولا شي مراه مسكينه عجاله، يمكن يعطيها الصدقه ديالها، فهمتي؟ يمكن داكشي اللي غيديروا بلاصتو يعطيها داك السيده اللي تستاهل. يعني داكشي اللي غيديروا فلوس العشاء يعطيه لشي واحد. يعطيه لشي واحد اللي تستاهل، يدير شي بركه قليله، ولا داكشي اللي بقى يعطيه لشي واحد دروج مسكين هو ما عندوش محتاج ليه، هذيك الصدقه هي راه مقبوله، فهمتي؟ واش بان لك دابا اللي كيقدر في العشاء ديال الميت كيخسر 5 المليون 6 المليون؟ خويا اش نقول لك، هذاك الشيء شوف نقدر نقول لك كاين شحال من وحده كيبغي يتصوروا بهذاك الشيء، فهمتيني؟ دير شي بركه قليله. وداك الشيء اللي بقى عطيه شي واحد مسكين يتساهل، فهمتي؟ شي واحد جارو، شي واحد تيمشي مرا رجاله اللي دايزه فيها، يقدر داك الشيء، فهمتي؟ اش نقول لك، صدقه كتسمى تجاريه، فهمتي؟ يقدر اي واحد دايزه فيه، ولكن دار لي العشاء. علاش ما يديرش لي العشاء؟ وراه هاد الشيء راه قال من زمان، حنا كبرنا في هاد الشيء كنشوفوا هاد الشيء من زمان، كنشوفوا كيديروا العشاء والميت كيجمعوا الناس ديال الحومه الى اخره. ولكن السيد راه مات، راه خصو يعشوا منين كان حي. كيفاش يعني حنا المهم باختصار حنا كبرنا فيها، حنا غادي نشوف الناس تعزيهم هادي تريح معاهم شويه وهادي، والناس كل داك الشيء كيدوز بخير، هادشي اللي كنعرفوا حنايا من الصور ديالنا حنايا. وانت كتاكل العشاء ديال الميت؟ لا مالهاش فيه، واش كنتي العشاء غادي كنتي العشاء ديالو غادي يخرج لك الميت بحال بغطات ولا مالك؟ حيت كاين شي وحدين عندهم هذيك الفوبيا من العشاء ديال الميت. لا هذوك مرايك ولد مو في السحور هذاك، علاش ياكل العشاء ديال الميت يبان لك في السحور ولا يبان لك في المنام ولا هذيك الشيء بنادم مراد هذوك شنو كيفاش ما فهمتش والو. دابا انت واش مع الناس يديروا العشاء ديال الميت؟ ويديروا العشاء شنو يديروا العشاء ورا بدعه. لا يجمعوا الناس ديال الحومه وهادي ويجيبوا الطلبه وداك الشيء، ما فيها والو، الشيء اللي كبرنا به حنا كان شي حاجه اخرى بغات تولي في هذا مع هذا القوم اللي ولا دابا ما فينا والوش.